يوم واحد، صوت واحد، هدف واحد. قدم الأمل للأيتام، هذا هو الشعار الذي أطلقه المنظمون لهذه الفعالية. الفعالية تأتي احتفاء بيوم اليتيم العربي، اجتمع فيها 500 طفل من مراكز رعاية الطفولة من مختلف المحافظات في السلطنة. اليوم يوم مبارك، وفي أيضا توافق مع يوم الجمعة. الحضور اللي شهدوا هذه المناسبة أعتقد حضور كبير يؤصل عادة، وأيضا يعني فرض من الفرائض اللي الناس اعتادت عليها، وهو كفالة الأيتام من فئات المجتمع العماني. أعتقد هذا التكاتف اللي اليوم نشاهده وحضور أعداد كبيرة من مختلف ولايات السلطنة إلى نادي السيارات اليوم يمثل أيضا نوع من التوعية بالاهتمام باليتيم وتقديم ما أمكن من مساعدة له. فالرعاية والاهتمام من جانب المجتمع لهذه الفئة من الأهمية، بمكان أنها تكون موجودة وحاضرة، تتمثل في الجانب الديني وأيضا في جانب الأعراف والتقاليد الموروثة من جانب المجتمع. أحسن عليك. الاحتفال كان فرصة الحقيقة لدمج الأطفال من مركز رعاية الطفولة مع الأطفال الأيتام اللي جايين من الولايات واللي هم بيعانوا من نفس الظروف. الاحتفال على فكرة هو يعني بادرة مهمة جدا من الدولة بتظهر مدى اهتمام السلطنة بقطاع الطفولة عموما وقطاع الأطفال الأيتام خصوصا. الاحتفال أيضا هو توجيه وحث للمجتمع، مؤسسات المجتمع المدني والأفراد على التعاون إلى جانب جهود الحكومية لرعاية هؤلاء الأطفال. متنفس إذن وأجواء عاشها الأطفال من مراكز رعاية الطفولة من مختلف المحافظات، استمتعوا وما زامن احتفاليتهم هذه أجواء ماطرة أضفت على الفعالية هذه مزيدا من المرح. إبراهيم بن سالم الهادي من جمعية العمانية للسيارات، مسقط.